شكرا هدير. جميل. كمان الداون تاون بالعالمين الجديدة أو هذه المنطقة واحدة من المعالم الرئيسية لمدينة العالمين، مقامة على مساحة 33 فدان، مقسمة لوحدات سكنية، مناطق ترفيهية، مناطق وأماكن خدمية، يعني منطقة متكاملة لكل الموجودين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المنطقة مع زميلتنا شريهان حسن. شريهان اتفضلي. مساء الخير عليك يا ايمان وعلى كل مشاهدي مساء دي ام سي. احنا هنا موجودين في داون تاون، هي عاصمه العالمين الجديده. مش زي ما كانت الناس بتقول العالمين للمصيف بس، العالمين كمان منطقه سكنيه متكامله. انا هنا موجوده على 33 فدان، في عماير وفي اسر كامله ساكنه هنا، والمنطقه مجهزه بالكامل من سوبر ماركت لاماكن ترفيهيه. المكان بالتحديد اللي انا واقفه فيه ده اسمه بلازا داون تاون، موجود فيه كيدز اريا فور فري، اي حد يجي يقدر ان هو يلعب هنا ببلاش، وكمان في بلاي ستيشن. العماير هنا مكونه من 9 طوابق، الطابق فيه 4 وحدات سكنيه بخلاف الطابق الاخير اللي هو الدور التاسع فيه وحدتين سكنيه فقط. المكان كله يا ايمان الهواء فيه حلو جدا جدا، المكان فيه اماكن ترفيهيه زي ما قلت، وكمان موجود فيه اماكن كتير جدا خضراء، في لاندسكيب كتيره جدا، الهواء هنا حلو قوي. في الخلف ورايا نقدر نشوف الابراج الشاطئيه، المكان موقعه ممتاز وحلو قوي قوي، في هنا اسر كتير. المكان اللي انا واقفه فيه بالتحديد دلوقتي فيه هنا اطفال، يعني المامز هنا ممكن تجيب الطفل بتاعها بيلعب في المكان وهي مش موجوده، بتقدر ان هي تكون موجوده في الوحده السكنيه بتاعتها، وكمان قاعدين بيلعبوا، المكان مؤمن جدا، في هنا أفراد أمن موجودة على مدار 24 ساعة في المكان. طبعا الطرق يا إيمان حلوة جدا، المكان بيتوسط شريهان حسن مدينة شكرا العالمين. شريهان. يعني من هنا هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل بعد قليل إن شاء الله هيكون معانا النهاردة ضيفنا نجمة من الجيل الذهبي للنادي الأهلي، واحد من أهم المهاجمين على مدار تاريخ كرة القدم المصرية، مش بس في فريق الأهلي لكن هو ليه عدد كبير جدا من الألقاب، القناص، ملك الأهداف بلس 90، ليه كمان في قلب محبي الكرة ذكريات خاصة جدا جدا بسبب دوره الكبير في بطولات الأهلي ومنتخب مصر، 28 بطولة محلية وقارية وعالمية مع النادي الأهلي، أبرزها 10 بطولات دوري، 4 بطولات دوري أبطال أفريقيا، برونزية كأس العالم للأندية. يكون معانا نجم الكابتن عماد متعب بعد قليل، إلا على الرغم من ابتعاده عن الملاعب واعتزاله لكن لسه ليه محبة خاصة في قلوب كل الجماهير وطبعا على رأسهم جماهير النادي الأهلي. أما بعد الفاصل مباشرة هيكون معانا المهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز العالمين الجديدة علشان نعرف تفاصيل مهمة قوي عن التنمية الكبيرة التي حدثت في العالمين في هذا الوقت القياسي. بعد الفاصل